الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية، ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، والسيد اللواء حسن رشاد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة. في بيان مصري سعودي مشترك، القاهرة والرياض تجددان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. رئيس الوزراء يؤكد أن مصر لن تنجر لأي حرب إلا إذا تعرضت لتهديد مباشر، وأن الحكومة على استعداد لأسوأ السيناريوهات بالمنطقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية، ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. كما أدى السيد اللواء حسن رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا مشتركا عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء إلى مصر. وأكد البيان المصري السعودي المشترك أن الجانبان أشادا بما حققته زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين. وأشار البيان المشترك إلى أنه تم توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، موضحا أن المجلس سيكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعهما نحو آفاق أرحب بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة. We'll be right back.
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية رقم 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في جنيف. وخلال كلمته في أعمال الجمعية أكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان المصري سيواصل القيام بدور ريادي في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي الجاد وأداء الأمانة التي حمل بها تجاه القضايا العربية والإفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسنظل في البرلمان المصري على العهد وكما كنا في الماضي حاملين للواء استقلال شعوبنا العربية والأفريقية الشقيقة، فإننا سنستمر في أداء تلك الأمانة التي حملنا بها تجاه القضايا العربية والأفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة العربية والقارة الإفريقية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت في اعتبارها كل السيناريوهات حال تأزم الأوضاع في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أوضح مدبولي أن مصطلح اقتصاد الحرب يعني تأمين احتياجات المواطن بشكل أساسي، مشيرا إلى أن مصر ثوابتها واضحة ولن تنجرف لحروب إلا إذا حدث تهديد مباشر للدولة. لما بقول كلمة اقتصاد حرب مش معناها أن مصر هتدخل حرب، ودي أنا بأكد عليها. ثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل في حرب إلا إذا هددت بصورة مباشرة وحصل عليها تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية، لكن غير كده مصر دايما ماشية بأسلوب متوازن جدا وثوابتنا واضحة جدا، وإن إحنا قواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حصل لها تهديد مباشر. فبالتالي لما بنقول هذه الكلمة بتكلم على سيناريوهات لو ماذا لو النهاردة، وأعتقد حضراتكم متابعين مش سر، إذا ما تفاقمت الحرب اللي موجودة النهاردة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية اللي موجودة في المنطقة، ماذا سيحدث؟ وإذا الموضوع تحول إلى رد متبادل والموضوع تفاقم وخرج برا السيطرة، بالتالي هناك تداعيات هتبقى هائلة على كل حاجة، بما فيها أول شيء أسعار البترول وأسعار المنتجات وتأمين وصول المنتجات حتى بغض النظر عن سعرها هيبقى إزاي، إن إحنا بتؤمن إنها تروح للعالم كله بما فيه مصر، وبالتالي لازم ده نكون حاطينه كسيناريو. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اعتماد مقترح بشأن تأسيس آلية لتخصيص وتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وأن هناك حرصا شديدا على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة. وستعتمد الآلية في تمويلها على 3 مصادر للتمويل، هي ميزانية الدولة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص المصري والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. نجحت القوات البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل البلاد. ورصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاطا غير معتاد لبعض مراكب الصيد غير المصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط كميات من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
شاركت وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي وحرصها على دعم ذوي الهمم وتوفير وتيسير الخدمات لهم. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها. لا تمر مناسبة خاصة بذوي الهمم إلا وتحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم لاحتفالات انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي. من هنا كانت مشاركة الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء في تقليد سنوي تحرص الوزارة على إحيائه دعما لهم وتأكيدا على مساندتهم. أنا موجود في وسط الخليلي وحظ الحلو اكون بينكم وليا وجود، انا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، انا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاج عشانها وداك. طبعا اللقاء ده مش اول لقاء بتعمله معانا وزارة الداخلية، ولكن هي بتقدم الدعم المستمر لذوي الاعاقة. طبعا ده جاي من اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مبسوطة جدا إن أنا النهاردة في نادي الشرطة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لينا الدائم واهتمامه بينا. انبسطت قوي قوي صراحة، وأحب إن أنا أشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إن هو دايما مش بينسانا وفاكرنا، وإن هو دايما بيهتم بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. أحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو دايما فاكرنا ومش ناسينا. شكرا جزيلا لي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شاركت كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في هذه الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات إلى مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية وتوزيع هدايا على طلابها، وأثنوا على مبادرة الوزارة للاحتفال بهم ومعهم بهذا اليوم. وحظ الحلو كن بينكم وليا وجود، هذا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمع. نشكر وزارة الداخلية جدا، ونشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا ان هو على طول بيفاكرنا وبيبعت لنا هدايا. ضباط جم واحتفلوا معانا بيوم العصا البيضاء وجابوا لنا هدايا، بجد فرحانة جدا. احب اقول لسيادة الرئيس شكرا لحضرتك، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. احنا بنشكر سيادة الرئيس إن هو فيه اهتمام خاص بذوي الهمم، وبيبقى فيه مبادرات وفعاليات كتير بتحصل من الرئاسة يعني، فطبعا بنشكرهم، نشكر ضباط وزارة الداخلية على مشاركتنا دايما في الفعاليات بتاعتنا. كنا مبسوطين جدا باليوم دوت، وبشكر سيادة الرئيس لأن هو دايما اللي بيبعتهم لنا وبيدعمنا دايما وما بينسناش. حب أشكر شكر خاص لسيادة الرئيس على اهتمامه بينا، وأنه هو دايما بيحب ان هو يقدم لنا حاجات تساعدنا وتدعمنا. شكرا يا رئيس ان انت يعني كل سنه بتفتكرنا وبتجيب لنا هدايا، وانا بحبك فعلا. وفي اطار هذه الاحتفالات استقبل قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه وفدا من المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه وجمعيات المكفوفين المصريه والمركز النموذجي للمكفوفين، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع العصا البيضاء عليهم، وسط اشاده منهم بما تبذله وزاره الداخليه من جهود للتيسير عليهم ودعمهم، بخاصة في تقديم الخدمات لهم. دليل خدمات وزارة الداخلية ده، طبعا هذا الدليل يعتبر فخر لذوي الإعاقة البصرية. معمول ده طبعا لتحت إيدي، معمول للبرايل للمكفوفين، هو دليل أو خارطة الطريق بيعرفني لو أحب أطلع وثيقة أو جواز سفر أو بطاقة
ايه الخطوات المتبعه والاماكن اللي بتقدم الخدمه؟ كان جزء كبير جدا من المعاناه بالنسبه للمكفوفين في استخراج الاوراق الثبوتيه، وفي الحقيقه هم يعني كوزاره الداخليه الحمد لله قدمت لنا الدعم بشكل كبير ان احنا نقدر نستخرج الاوراق دي بكل سهوله ويسر. دائما ما كانت وزاره الداخليه سباقه نحو دعم ذوي الهمم، ايمانا منها بقدراتهم وأهمية دعمهم ومساندتهم. اهتمام وزارة الداخلية بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء هو تأكيد على البعد الإنساني في الاستراتيجيات الأمنية، والتي تسعى من خلالها وزارة الداخلية للاحتفاء مع ذوي الهمم بكافة المناسبات الخاصة بهم، وأيضا الاهتمام بالتيسير والتسهيل عليهم في كافة المواقع الشرطية عند تقديم الخدمات لهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنه بحث مع ناظريه الإسباني الأوضاع في القارة الإفريقية وقضية المياه. وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع ناظريه الإسباني أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف المساسة بحصتها المائية. تحدثنا عن الأوضاع في القارة الإفريقية، تحدثنا عن قضية المياه وأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها قضية وجودية، وأنه لن نقبل تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري. وأيضا تحدثت من جانبي على أن مصر لا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر، وذكرنا مرارا وتكرارا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، وعاد خاصة إذا حدث أي ضرر. هذا وشدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على اتفاقه مع نظيره الإسباني على إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأيضا الإدانة الكاملة لاستخدام إسرائيل التجويع في عدوانها على القطاع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني أضاف عبد العاطي أنه بحث سبل ضمان النفاذ الكامل للمساعدات لغزة من دون أي معوقات إسرائيلية. وفيما يتعلق بالأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة، يعني كان في تطابق في الرؤى بيني وبين صديقي العزيز الوزير خوسيه حول الإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر، والذي الآن يمتد لأكثر من عام، والذي خلف حتى الآن أكثر من 150 ألف جريح وقتيل، من كلهم من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال. تحدثنا عن الإدانة الكاملة لاستخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للقواعد الخاصة بالقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. أجرى وزير خارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاخ. تناول الطرفان الوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة نتيجة السياسة الإسرائيلية المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في القطاع. كما تناول الوزير عبد العاطي مع المسؤولة الأممية سبل حشد المساعدات لقطاع غزة والتنسيق في هذا الصدد للتواصل مع المانحين الدوليين. كما حرص وزير الخارجية على استماع لعرض مفصل من المسؤولة عرض مفصل من المسؤولة الأممية حول نتائج مساعيها واتصالاتها وزياراتها الميدانية، والتي عكست المعاناة الإنسانية المتزايدة لأهل غزة، والتي يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إنهائها في أسرع وقت. كما ثمن الطرفان الدورة المحورية لوكالة الأونروا في تقديم الخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك القطاع.
نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعونا فيها. وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية لإعادة 304 مواطنين لأرض الوطن. استمراراً لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان ولشعبه الشقيق في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان، تعلن وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت، والتي تضمنت 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين. وعلى صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 304 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران. وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراجهم على الرحلات التالية. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بمعارضتها للضربات شبه اليومية في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت، وبضرورة أن تنفذ عمليتها بطريقة لا تهدد أرواح المدنيين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة كارين جون بيير. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبدت الثلاثاء معارضتها أيضا للضربات الإسرائيلية. دعا زعماء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الست المجتمعون في قمة هي الأولى من نوعها في بروكسل، دعوا إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط. من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين القمة بأنها تاريخية، مؤكدة أنه يجب بذل كل الجهود لحشد كل المهارات الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية في المنطقة. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط دعت إليه بريطانيا وفرنسا والجزائر. وخلال الجلسة قالت مبعوثة الولايات المتحدة إنه لابد من إدخال الغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة، ولا بد من هدة إنسانية لتوزيعها. وقالت المندوبة الأمريكية إن على إسرائيل أن تعمل مع الأمم المتحدة بشأن خطة لنقل مدنيي غزة إلى أماكن في الداخل، وعدم اعتبار المدنيين الرافضين للإخلاء عناصر مسلحة. وأعربت المندوبة الأمريكية عن قلق بلادها من أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل في شمال غزة، لافتة إلى أنه سيتم مراقبة أفعال إسرائيل للتأكد من عدم وجود سياسة تجويع في شمال غزة. وأضافت أنه من الضروري أن يكون مخيم جباليا مشمولا في الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال، وأن إسرائيل لابد أن تتعاون مع الأمم المتحدة لوضع الأساس لإعادة إعمار القطاع. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال إن بلاده تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بسبب تعليقات أدلية بها بشأن المدنيين في غزة ومستوطني الضفة الغربية. كان ستارمر يرد على سؤال أمام البرلمان حول تعليقات لسموريتش، قال فيها إن تجويع المدنيين في قطاع غزة قد يكون له مبرراته. وتعليقات أخرى لبن غفير وصف فيها مرتكب العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بأنهم أبطال. وأعلنت بريطانيا الثلاثاء عن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية إسرائيلية قالت إنها تدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
تواصل مصر دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم المساعدات عبر الشاحنات الإغاثية التي تعبر من بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة. وبلغت نسبة المساعدات المصرية 80% من إجمالي المساعدات العالمية المقدمة لهم من أجل تخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. مخازن مليئة بالمساعدات الطبية والغذائية واللوجستية يتم تحميلها ونقلها بشاحنات عن طريق مجهودات المتطوعين المصريين بالهلال الأحمر المصري ومحافظة شمال سيناء، انطلاقا للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر بوابة رفح المصرية. منذ شهر يوليو الماضي ونحن بنطالب بوقف إطلاق النيران والإفراج عن الرهائن، وده بيتفق تماما مع الجهود السياسية المصرية. أنا بعتبر أن هذه الزيارة أكثر ما هو الناس جاية تشوف بنفسها مدى الجهد، وهناك فرق كبير جدا من أن أنا أشوف الكلام ده في التلفزيون أو أستقبله في, 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 في تقارير من أن أنا أشوفه عملي. زيارات مختلفة من منظمات وحكومات عالمية تتحرك لزيارة هذه المخازن، ومنها وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الذي أشاد بالمجهودات المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، واستنكر أيضا منع وعرقلة دخول المساعدات من جانب قوات الاحتلال. أعبر عن شكري العميق على ما تبذله الحكومة المصرية من تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلسطينيين الموجودين هنا في شمال سيناء على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للجرحى والمصابين في مستشفى العريش. واليوم تبرعت الحكومة البريطانية بمليون جنيه استرليني لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لدعم ومساندة الفلسطينيين الموجودين في مصر صحيا وإنسانيا، ونجدد دعوتنا نحو عودة المحتجزين ووقف إطلاق النار. احنا النهاردة زي ما تم الإعلان ان في برنامج وشراكة مع الحكومة البريطانية بقيمة مليون جنيه استرليني علشان ندعم المستشفيات المصرية ووزارة الصحة عشان تقدم الرعاية الصحية للفلسطينيين. وتواصل مصر دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال عبور الشاحنات الإغاثية التي تصل فيها نسبة المساعدات المصرية إلى 80% من إجمالي المساعدات العالمية، والتي تعبر من بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، حيث تعمل الدولة المصرية على توفير المساعدات الإغاثية لهم من أجل تخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل كل ما يمكن من جهد للحد من استمرار الحرب في أوكرانيا، حتى ولو تطلب الأمر التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتشاور مع كييف وحلفائها. وقال شولتس إن هذه المناقشات يجب أن تحترم مبادئ واضحة، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار من دون موافقة أوكرانيا، ولن يتم أبدا من دون التشاور مع أقرب شركاء ألمانيا. ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر محافظة مالاتيا شرقية تركيا، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا بأن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات، بينما أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الهزة الأرضية شعر بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب، وكانت محافظة مالاتيا من بين 11 محافظة دمرها زلزال عنيف ضرب أجزاء من تركيا وشمال سوريا العام الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 53,000 شخص في تركيا. حذر برنامج الغذاء العالمي من أن ملايين البشر في مختلف أنحاء جنوب إفريقيا يعانون من الجوع بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، ويهدد في ظل نقص التمويل بكارثة إنسانية واسعة النطاق. وقد أعلنت 5 دول في جنوب القارة في الأشهر الأخيرة، وهي ملاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، حالة الكارثة الوطنية بعدما دمر الجفاف قسما كبيرا من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في هذه الدول.
قتال حوف الأفق كارثة إنسانية غير مسبوقة في جنوب القارة السمراء، إذ يهدد الجفاف الأشد منذ قرن حياة الملايين، حيث دمرت ظاهرة النين أراض واسعة فأبيدت المحاصيل ونفقت قطعان الماشية التي كانت تعيل الأسر البسيطة، ما دفع أكثر من 27 مليون أفريقي إلى مواجهة شبح الجوع. في ظل هذا الوضع المؤسف أطلق برنامج الأغذية العالمي نداء عاجلا محذرا من أن نقص التمويل قد يحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الحيوية التي هم في أمس الحاجة إليها في الأشهر المقبلة. وراء هذه المحاذير هناك قصص إنسانية مؤلمة، حيث يعاني نحو 21 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تقف الأسر عاجزة أمام الجفاف غير قادرة على تأمين حتى وجبة يومية لأطفالها. شهر أكتوبر الذي يمثل بداية موسم القحط يزيد من هذه المعاناة، ويتوقع أن تتفاقم الأزمة حتى موسم الحصاد في مارس وأبريل المقبلين، ما يجعل التدخل الدولي أكثر ضرورة من أي وقت مضى. ورغم إعلان دول مثل ليسوتو ملاوي وزيمبابوي حالة الطوارئ الإنسانية إلا أن العالم لم يستجب بما يكفي، فبرنامج الأغذية العالمي الذي يعمل ليل نهار لإنقاذ الأرواح لا يتلقى سوى جزء بسيط من التمويل المطلوب، مما يعوق جهوده في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، لتبقى فجوة تمويلية بقيمة 369 مليون دولار تهدد بشل خطط الإغاثة، مما يترك الملايين عرضة للجوع القاسي. لم تقتصر المعاناة على نقص الغذاء فقط، فقد ضربت الأزمة جوانب أخرى من الحياة. ففي زامبيا تسبب انخفاض مستويات المياه في توقف توليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 21 ساعة يومياً. وفي محاولة مؤلمة للحفاظ على الموارد الطبيعية اضطرت دول مثل زيمبابوي وناميبيا إلى التخلص من مئات الحيوانات البرية، بما في ذلك الفيلة التي تمثل رمزاً للحياة البرية في المنطقة توفير وجباتها العشبية. الآن يعلق الملايين آمالهم على استجابة سريعة من الدول المانحة. هذا النداء ليس مجرد طلب للدعم، بل هو صرخة من القلوب التي تعاني، من العائلات التي تكافح من أجل البقاء، ومن الأطفال الذين لا يعرفون إن كانت وجبتهم القادمة ستصل أم لا. إن مستقبل هؤلاء الملايين يتوقف على قرارات تتخذ اليوم، فهل سيستجيب العالم قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى مأساة إنسانية لا رجعة فيها؟ أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر جاءت لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وتلقي الضوء على أهمية مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب والاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالمملكة العربية السعودية. وأضافت الوزيرة أن المبادرة تعد منصة بيئية مشتركة تعزز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتسهيل الحفاظ على النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها، والذي أصبح ضرورة ملحة ولم يعد طرفا يمكن للبشرية إخفاله. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة في إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطي باستخدام تقنية القسطرة لمريض يبلغ من العمر 75 عاما. وأكدت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب في المستشفى وأجريت العملية بنجاح، وقد قاد العملية فريق طبي من الخبراء المتخصصين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، مما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذي قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد. أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي عن تقرير الخدمات المستحدثة الربع سنوي للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك عن الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية
أن الهيئة قدمت خدماتها لأكثر من 870,600 مستفيد في محافظات تطبيق التأمين الشامل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وأبرز رئيس هيئة الرعاية الصحية إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 والتي بلغت قرابة 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية. واصل محافظ أسيوط هشام أبو النصر متابعته للأعمال الجارية لرفع الآلاف من تلال القمامة ومخلفات هدم المباني المتراكمة منذ سنوات على جانبي الطريق وسور جامعة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة معدات المراكز والأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كافة تجمعات القمامة من كافة المناطق بالمحافظة وخلق بيئة نظيفة وحضارية بالشكل الذي يليق بأسيوط ومواطنيها. وتفقد محافظ أسيوط أعمال استكمال رفع القمامة ومخلفات هدم المباني المتراكمة على جانبي الطريق والمتروكة منذ أكثر من 15 سنة بطول سور جامعة الأزهر بدءا من منطقة عمارات الأزهر مرورا بعزبة خلف بجوار الأراضي الزراعية وحتى مساكن منشية الأزهر، مؤكدا على استمرار تكثيف العمل في هذه المنطقة وموجها بزيادة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة في المنطقة بالكامل لتحسين الرؤية الأفقية على أن يتم إعادة تخطيطها وتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم الإيرادات لتقديم خدمات للمواطنين. تتواصل فعاليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن. وتشهد فعاليات المهرجان إقبالا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقها يوم الجمعة الماضي. على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تتواصل فعاليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، حيث كان الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الفن والطرب الأصيل في ليلته الخامسة. كل سنة بيبقى فيه دايما اختلاف عن السنة اللي قبلها، شايفة كمان ان السنة دي في حاجة جديدة حاصلة، الأوبريتات اللي بتتعرض على المسرح الكبير دي جديدة السنة دي، سيد درويش طبعا، فالحمد لله احنا يعني بنتطور كل سنه عن اللي قبلها الحمد لله. انا شخصيا بستنى المهرجان ده من سنه للسنه، لانه الحقيقه بيبقى الجمهور جاي عايز ينبسط، يعني منشن بالنسبه له او هدف بالنسبه له، ميشن سوري بالنسبه له انه ينبسط، فده في حد ذاته بيدينا احنا كفنانين حافز ان احنا نبقى قد هذه الرغبة من عنده، عايزين نحققها له جامد. ومن بين فعاليات الليلة الخامسة صالون الأوبرا الثقافي بالمسرح الصغير بعنوان الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. وتشهد فعاليات المهرجان إقبالا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقها يوم الجمعة الماضي. والله ممتازة جدا جدا يعني، والمهرجان عاملين فعاليات كويسة السنة دي، وموضوع الأوبن إير ده برضه عامل جو جديد للمهرجان وكده، وكل سنة بيزيد أحسن وبيرتقوا بيه أحسن وأفضل يعني. لا هو طبعا البرنامج حلو جدا طبعا، الواحد ما ينكرش، وبيعمل تضامن بين الدول العربية إن في أشقاء عرب كتير بيجوا يحضروا المؤتمر. والله كل الفعاليات جميلة جدا، بداية من المؤتمر العلمي أنا حضرته من أوله، من أول الجلسات لحد آخر جلسة النهاردة، ودينا هو في الحفلات المسائية، والمؤتمر بصراحة منظم بشكل رائع جدا. يعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية من أهم المهرجانات الدولية المتخصصة في مجال الموسيقى على الساحة الفنية في الوطن العربي، وتحظى حفلاته بجماهيرية كبيرة على مسارح الأوبرا كافة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته 32 وسط إقبال جماهيري كثيف، حيث أعلنت دار الأوبرا المصرية عن نفاد التذاكر الخاصة بحفل الليلة السادسة من ليالي المهرجان. المزيد حول فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يستعرضها لنا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري.
نعم، تحياتي إليكم من دور الأوبرا المصرية. ما زلنا نواصل متابعة فعاليات النسخة 32 من مهرجان الموسيقى العربية. هذا المهرجان الأكبر من نوعه في مصر وفي الوطن العربي برمته، والذي يتوافد عليه عشاق الموسيقى والفن المصري والعربي على حد سواء من المصريين أو من الأشقاء في الدول العربية الذين يحبون سماع ومتابعة الأغاني والموسيقى والطرب الأصيل، كما نسمع في الخلفية من هذا العزف الذي تعزفه فرقة دار الأوبرا المصرية بشكل متزامن مع أو سابق للحفل الذي يتم إذاعته وبدءه في هذه الأثناء. اليوم أو الليلة هي الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية 32، والذي يستمر معنا حتى يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري. وحفل الليلة للموسيقيين خالد حماد وعمرو إسماعيل وممدوح سيف، وتحيي أيضا الفنانة اللبنانية عبير نعمة. ويأتي هذا الحفل تحت قيادة المايسترو أحمد عويضة، ويستمر معنا مهرجان الموسيقى العربية من 11 من أكتوبر وحتى 24 من أكتوبر الجاري كما ذكرت، ويقام على مسارح الأوبرا كافة في مسرح النافورة والمسرح الكبير ومسرح أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور ومسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية. لدينا توافد كثيف من الجمهور على مدى الأيام الماضية، وأيضا اليوم لدينا كثافة في الحضور لدخول حفل الليلة والاستمتاع به. وكما صرحت دار الأوبرا المصرية فقد نفدت التذاكر لحفل اليوم. ومن أبرز الأخبار حسب وسائل إعلامية وإخبارية أن الفنان أحمد سعد قد اعتذر عن مهرجان الموسيقى العربية هذا الموسم نظرا لإجرائه جراحة عاجلة، وهذا الاعتذار جاء اليوم كما ذكرت حسب مصادر إخبارية، ويعتبر من أبرز المعتذرين عن مهرجان الموسيقى العربية هذا العام. أعود إليكم. نتحول مع حضراتكم إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال ومصطفى نزار. شكرا محمد عبد الله، وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اجتماعا مع المبعوث الخاص للمجموعة الصينية هشوايو بينغ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. نقل الوزير اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة والمباشرة للمشروعات التي تنفذها الشركة الصينية في مصر، وعبر عن اعتزاز الدولة بالتعاون المشترك مع الصين وتطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة. أكد وزير الإسكان ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة ومشروعي أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين وكريستال لاغون وبما ذلك بمدينة العلمين الجديدة. هنأ وزير الإسكان شريف الشربيني مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وجميع العاملين بالشركة لفوزهم بتنفيذ أحد مشروعات الطرق المهمة في دولة أوغندا. أكد الوزير تقديم الدعم الكامل للشركة للتوسع في تنفيذ مشروعات الأشقاء في القارة الإفريقية. أشار إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية التي تنفذها دول القارة وتسهم بخبراتها في تنفيذها بما يعود بالنفع والفائدة على شعوبها الشقيقة. في هذا الإطار أعلن رئيس شركة المقاولون العرب أحمد العصار أن الشركة فازت بمشروع تصميم وتنفيذ طريق إيغانغا كامولي بأوغندا بطول 56 كيلومتر وبتكلفة 70 مليون دولار. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بدعم من تخفيضات أوبك بلس والغموض بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن توقعات بوفرة المعروض في العام القادم شكلت ضغطا على الأسعار.
أما على صعيد التداولات فتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% يصل إلى 74 دولار و 21 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 70 دولار و 61 سنتا للبرميل، وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 10% لتصل إلى 2.18 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مشروع الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل العالي وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في العام القادم وسط استمرار عجزها عن الحصول على التمويلات الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، وستخفض الحكومة التونسية الضرائب على أصحاب الدخل الرفيع. وتشير وثيقة مشروع موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.8 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في العام القادم مقارنة ب 5.32 مليار دولار في العام الحالي. حذر البنك الدولي من أن اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي في المنطقة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وأصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها غير مقبولة. كما أضاف البنك الدولي أن العدوان له تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية. تابع أن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها، وإذا انتشرت إقليميا في أنها ستصبح مسألة مختلفة تماما، وستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي. انتهت أولى جولاتنا مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع الزملاء محمد عبد الله ونهى توفيق. شكرا جزيلا لك مصطفى. حالة إنسانية وشعرية نادرة ظهرت في سماء الأدب العربي واختصتها العناية الإلهية بموهبة شعرية فذة. إنه أمير الشعراء أحمد بك شوقي الذي بايعه شعراء العرب في أقوى عصور الأدب، بايعوه أميرا للشعراء. ونتحول بحضرتكم إلى أخبار الكرة والملاعب مع مصطفى ميزار. نتابع. شكرا نهى وشكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المحطة الثانية وجولة في أخبار الكرة محليا وعالميا. حصد منتخب مصر للتايكوندو 16 ميدالية متنوعة خلال مشاركته في بطولتي كأس الرئيس وبطولة مالابو ديتو المفتوحة في غينيا الاستوائية بين الفترة من 12 حتى 16 من أكتوبر الجاري، حيث حقق المنتخب 8 ميداليات متنوعة في بطولة كأس الرئيس بواقع 3 ذهبيات بالإضافة إلى فضيتين و3 برونزيات. كما حقق المنتخب أيضا 8 ميداليات في بطولة مالابو المفتوحة بواقع 4 ميداليات ذهبية بالإضافة إلى 3 فضيات وبرونزية واحدة.
أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد وأيضا قرعة كأس الرابطة سيكون يوم السبت القادم. يقام الدوري الجديد بشكل استثنائي ويقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وهي تسع فرق أيضا للنجاة من الهبوط، وفي النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين. ضرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي موعدا مرتقبا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا الأندية والمقامة حاليا في المغرب. استطاع الأهلي أن يعبر رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33 مقابل 13 في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة أفريقيا الأندية لكرة اليد. من المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة القادمة. انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام، ونعود لاستكمال ما تبقى مع محمد ونهى. شكرا جزيلا لك مصطفى. 13 عاما مرت على وفاة الفنان عمر الحريري الذي رحل عن عالمنا عن عام 2011 عن عمر يناهز 85 عاما. ترك عمر الحريري إرثا كبيرا من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح، فضلا عن عدد من المسلسلات الإذاعية. الآن مع الأحوال الجوية والطقس. وقفة أخيرة مع مصطفى مزار. شكرا محمد عبد الله وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض في أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة وعلى السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وعلى كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على معظم محافظات ومدن الجمهورية. البداية من القاهرة، فيه درجة حرارة العظمى 29 والصغرى 21 والجو فيها مائل للحرارة. في الإسكندرية 28-20، وفي مطروح 28-20، وفي بورسعيد 28-23 والجو مائل للحرارة، في إسماعيلية 31-19. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 30 درجة والصغرى 20، وفي العريش 29-20 مائل للحرارة، في طابة 29-23، في شرم الشيخ 33-25، وفي الغردقة 32-24. بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 درجة والصغرى 23 والجو حار، في أسوان 35-24، في الوادي الجديد 33-20، في حلايب 30-23، وأخيرا في شلاتين 33-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، والسيد اللواء حسن رشاد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة. في بيان مصري سعودي مشترك، القاهرة والرياض تجددان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. رئيس الوزراء يؤكد أن مصر لن تنجر لأي حرب إلا إذا تعرضت لتهديد مباشر، وأن الحكومة على استعداد لأسوأ السيناريوهات في المنطقة. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.